العلامات. إذا كاين الكلام، بزاف الناس كيربطوا تأخر الكلام عند الطفل ديالهم أو لا عند الأطفال بأن عنده اضطرابات ذهنية، واش كاينة علاقة مباشرة؟ هي كاينة علاقة، غير لهنا باش ما نخلعوش المشاهدين بزاف. دونك التأخر في اكتساب اللغة، يعني تأخر أن الطفل يتعطل ما يهدر، لا يساوي دائما التأخر الذهني. دونك كاين أطفال اللي كيتعطلوا كيكون عندنا أن غوتار كرونولوجيك. كنقصدوا من بعد 3 سنين ما هدرش مثلا الطفل. بالضبط شنو كنقصد؟ على ان الكلمات الاولى ما بداتش فيها، لان في التطور الطبيعي للكلام الكلمات الاولى اللي هي ماما بابا كتبدا في عام. كاين اطفال اللي غيتعطلوا بشهرين 3 شهور. دونك اذا وصل للطفل عامين، اقل شيء اقل شيء خصني واحد رصيد لغوي 50 كلمه. دونك هذه هنا كنهضروا على الغوتار دو لونغاج، ما كنهضروش على التاخر الذهني، يعني كنهضروا على انه الطفل تعطل ما يهدر. غير شنو التاخر ديال الكلام ولا يعني ان الطفل ما يهدر؟ هو بحال اللي بعض المرات كنعطي يعني المثال، بحال غنقولوا لا فيفغ، يعني لا فيفغ تكون علامه على لي زونجين على الحلاقم، او لا تكون علامه على كذا. نفس الشيء بالنسبه لتاخر الكلام، هو علامه على شي حاجه كاينه عند الطفل. داكوغ، دونك هو واحد لو سين اللي خصنا نردوا للبال، ولدي تعطل ونطرح سؤال علاش. يقدر يكون غير ان غوتار سامب دو لونغاج، تاخر وصافي ومن بعد غيغاتغابي، ولكن في حالات اخرى يقدر يكون علامه من علامات التاخر الذهني، او لا يقدر يكون علامه من علامات ديال التوحد، او لا بزاف اضطرابات لا ديسفازي. كاين بزاف ديال الاشياء. غير هنا باش نجاوب على السؤال اللي طرحتي عليا، واش دائما مرتبط؟ نعم. دونك الطفل اللي عنده تاخر ذهني كيكون عنده تاخر في اكتساب اللغه، وهذا التاخر هذا يا اما كيكون عنده سبب اللي هو بعض المرات عضوي، بحال اللي هضرنا في الاول على القضيه ديال ارتخاء العضلات ديال اللسان، ويعني الواجه يعني بزاف، يعني الطفل ما كيقدرش ينطق، ما كيقدرش يعني كتكون صعوبات حركية. اولا بعض المرات كيكون يعني الكلام ما عندوش علاقه غير باللسان والحنك، دونك عنده علاقه حتى بالذهن، يعني هذا الطفل هذا ما قادرش انه يكون واحد رصيد لغوي. وحتى الطفل اللي عنده التاخر الذهني احيانا ما كيكونش غير التاخر الذهني مجرد، كيكون مصحوب ببعض الامراض الاخرى، بحال مثلا عندنا الصمم اللي هو تاخر ذهني زائد صمم. دونك التأخر الذهني كنلقاوه عند الطفل دائما مصاحب من التأخر في الكلام، وفيه واحد مجموعة الدرجات، واحد مجموعة الاضطرابات اللي كتكون.